أمسية كروية ممتعة ومختلفة تماما النهاردة مع ملوك التحليل في ليلة الأبطال، دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أفريقيا. خلوني أرحب بأصدقائي الأعزاء نجومنا اللي مشرفينا ومنوريننا، كابتن تامر بدوية تيم، وأهلا وسهلا بك. مساء الفل حبيبي يا هيم، أخبارك إيه؟ أخبارك أنت إيه؟ كله تمام، كله حلو، كله بخير. أيضا صديقي العزيز الزيزو، يا زيزو يا زيزو، والع يابا والع يابا والع يابا، وشك ميسي كاس عالم برشلونه دوري، بعد كده دخلنا على دوري ابطال اوروبا. ايه تحس ان هم جابوا البطولات ديت والع يابا ديت، تحس ان هم راح محولين لي على حسابي فلوس يعني على الاقل اتبسطت بتتبسط بس وخلاص. طيب دي حاجه مش وحشه. صحيح حاجة مش بس بما ان انت دخلتنا كده في المعمعه بتاع دوري الابطال، شفتوا الريتم عامل ازاي؟ شفتوا طبعا شغل جامد طبعا في البدايه. كنت متوقع انه انتر يخش في المباراه بالشكل ده قدام السيتي اللي الكل كان متخيل ان هو هياخد الفرقه بتاعت انتر دي غسيل ومكوى مثلا. هتفلسف واقول لك لا بالتاكيد لا في البدايه طبعا هو مبروك لمان سيتي. شايف الفوز بدوري ابطال اوروبا هو انتصار للكره الممتعه او الكره اللي الناس بتحب تتفرج عليها بكل المقاييس، الثلاث بطولات دوري وكاس ودوري ابطال اوروبا. مان سيتي بيقش الثلاث بطولات، لكن بعد ما بنبارك لمان سيتي من وجهه نظري يا هيما، الانتر عمل اللي ما قدرش لمؤاخذه ريال مدريد يعمله، ولا مؤاخذه بدوي ولا بايرن ميونخ يقدر قدر يعمله. شفتوا انصاف اكتر من كده؟ والله العظيم ثلاثه. ايه معترض؟ لا طبعا انا بفتح بوق. لا للريال عمله ولا للبايرن ميونخ عمله ولا للبايرن عمله مؤاخذه بدوي. الانتر عمل جيم يا هيما هو اللي كان افضل النهارده. عمري انت متعود على مدار تاريخ بشتغل سنين طويله اشتغلت فيها معاك، عمري ما بحلل بموجب نتيجه. وجهه نظري الشخصيه، الفرقه اللي خسرت هي الفرقه اللي كانت افضل دفاعيا وهجوميا. دفعت نجحت طبعا رغم ان هي استقبلت هدف، الا ان خلت مانشستر سيتي اللي حير العالم، اللي ادى بايرن ميونخ 3 باقل مجهود، واللي ادى ريال مدريد هيفي سكور، شل مفاتيح لعبه، أجبره انه يلعب كوره مش بتاعته. شفنا مان سيتي بيلعب طويل كتير جدا، ما تقدرش تقول ان مان سيتي فيهم حد النهارده تألق او لعب كوره ممتعه. بيرمي الإفيه زي عادل امام ما بيضحكش. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. دي نقطه. طيب الشق الهجومي، لما حبيت اهجم بلغه الكوره كده هجمت واحرجت مان سيتي مرتين، الكوره بتطلع من على خط الجول، الكوره اللي خبطت في العارضه وردت، وبعد كده لوكاكو خبطت في رجله وهي رايحه في الجول، وكوره لوكاكو اللي حطها وخبطت في رجل ادرسن. فاذا الانتر هدد مرمى مانشستر سيتي، فمن وجهه نظري هارد لك فعلا للانتر. اللعيبه ادوا اللي عليهم، وسيموني انزاجي عمل جيم كبير قوي. هل متوافق مع تامر في نفس وجهه النظر؟ وان كنت متوافقا معاه، فهل شايف ان انتصار السيتي هو انتصار لمشوار وليس فقط لمباراه؟ مظبوط. ايوه عن مجمل اعماله. دي كانت الجمله بتاعت زميلي اسلام سامي حتى ومعايا في الراديو، بيقول لي بص مش الماتش بتاع النهارده بس هو عن مجمل اعماله. طبعا صح، هي دي المدخل بتاعي كان للمباراه. النهارده لو عايز تسمع عن الماتش شخصيا، فاول مره الكوره بشكل عام هي عباره عن مجموعه قرارات وتنفيذ، صح؟ فهي القرارات والتنفيذ دي بتبقى بموجب كواليتي، امكانيات جيده وشخصيه، الشخصيه دي بيتحكم فيها العواطف. فانت لو انت بتفكر بعقلك بتكون ثابت وراسي، وده اللي بيعمله سيتي طول السيزون. اللي كان بيعمله النهارده سيتي انه كان العواطف مأثره عليه جدا، اللعيبه مرعوبه تغلط، مرعوبه تخسر الماتش. وجود بقى الشيخ منصور في دماغهم فكره ان دي تاني نهائي ما ينفعش المره دي نخسره، بس خلى سيتي النهارده في ارض الملعب مذعور من انه يتغلب لدرجه خلته ما يهيمنش على ارض المباراه تماما. فده خدت بالك في اللقطه اللي في الدقيقه 28 لما الكاميرا جت على بيب جوارديولا وهو بيتكلم على الارض؟ لا هو بيكلم اللعيبه بتاعته بيقول لهم ريلاكس 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 اهدوا بالظبط. بيزعق فيها على الارض دي كانت الغلطه اللي رجعوها للجول، وبعد كده لو تارو مارتينيز راح وانفراد عايز اقول لك نزل على الارض. لاول مره ما احسش ان سيتي الات. طبعا سيموني انزاجي ليه دور وانتر ميلان ليه دور، بس كمان العواطف لما بتخش في الكوره بتدمرك. لان فعليا انت ما بتخليكش تاخد القرار السليم. صحيح، شله تفكيرك. فهو ده الحاجه اللي مهم جدا وانت بتلعب النهائي، تبقى
مدرك الفكرة دي وانت بتتصرف وانك دايما تكون صاحب اليد العليا. لكن كل ده بقى يكون بس هي مجمل اعماله، لان انا بصراحة انا بشوفه بيب جوارديولا كان يستحق التتويج ده زي ما ميسي كان يستحق التدريج بتاع كاس العالم، لان احنا بنتكلم عن اعظم مدير فني في التاريخ. ما فيهاش كلام. ليه بقى ما فيهاش كلام؟ هو هي خد بالك من حاجه، لما ميسي كسب البطوله انا قلت لك قبلها لو ما كسبهاش هو هيفضل افضل لاعب عندي في التاريخ. صحيح. بس على الاقل في ناس بتاعت المقاوحه. أيوة. فانت بتاعت المقاوحه انت بتضربها كمان رصاصه، فاللي هو عاجبك كده اهو مرضي حطينا بن اهو بالظبط متعلق اهو قدامك اهو خلاص بالظبط كده. تعال نقارنه كده مثلا، انت بتتكلم في ان المقارنه بينه وبين سير اليكس فيرجسون. سير اليكس فيرجسون عمل استمراريه طويله جدا في الرحله بتاعته صح؟ بس بيب جوارديولا عامل استمراريه كبيره في الرحله. يعني المميز كان في سير اليكس فيرجسون انه من ساعه ما ابتدى يكسب الالقاب من 92 لحد ما قفلها بالثلاثيه التاريخيه بتاعت مانشستر يونايتد 99 ان هو تقريبا وقع منه دوري واحد بس. نفس الفكره بيب جوارديولا عاملها دلوقتي في الدوري الانجليزي، هو مهيمن لدرجه ان هو وقع منه دوري واحد بس. فالاستمراريه موجوده عند بيب. الصوره اللي بعدها في جوزيه مورينيو. جوزيه مورينيو احلى صوره ليهم. ايوه جوزيه مورينيو واحد من الناس اللي حرفته انه يخلي الناس اللي بتجيب 5 من 10 في العادي تجيب 8 و9 من 10. بس في الحقيقه هو الراجل ده برضو بيب جوارديولا عمل كده مع لعيبه كتيره جدا احنا شفناها كانت لعيبه عاديه وما نعرفش اسميها او ما نعرفش ان هي تطلع الكواليتي ده وتطلع منهم الكواليتي ده، غير انه اكتشف اسماء زي بوسكيتس وغيرهم صح؟ الصوره اللي وراها مع كارلو انشيلوتي. كارلو انشيلوتي الارث بتاعه انه كسب في المانيا وفي اسبانيا وفي انجلترا وفرنسا 4 تشامبيونز ليج بالظبط. وفي انجلترا الراجل ده تالت دوري ابطال اهو قرب، وفي نفس الوقت انت بتتكلم في انه كسب في اسبانيا وكسب في ايطاليا واسف في اسبانيا وفي انجلترا وفي المانيا دوري بس الدوري بس الدوري في المانيا الدوري بس. فانت بتتكلم في ان الراجل ده ارثه كبير. حتى المقارنه بينه وبين يورجن كلوب، فهو في الفتره اللي كان في عظمه يورجن كلوب كان ممكن يورجن كلوب يكون على الاقل واخد 2 دوري بس او 3 دوري منه، اخد واحد بس ما قدرش. وفي نفس الوقت انت لو بتتكلم على الصرف فالفلوس اللي صرفها يونايتد والفلوس اللي صرفها تشيلسي من زمن وصول بيب جوارديولا اكتر من اللي صرفها سيتي. صحيح. وعائد الفرق ما بين البيع والصرف لا ده سيتي تخيل طلعت سادس في الانديه. ايوه فانت بتتكلم في ان مش بس الفلوس هي اللي كسبت الراجل ده، والجزئيه اللي انت بتتكلم فيها هي فيها نوع من انواع الاحترام والتقدير ايضا لمشروع السيتي اللي 100% اللي احيانا في ناس عايزه تقص الطريق على نفسها. يا عم انت فلوس فلوس بس فاهم يعني عشان ننجز بقى. انا مش عايز اشغل بالي بطريقه نجاح ولا بمشوار نجاح، فلوس بس. انا مش هاخد بالي من تشيلسي بيصرف كام، مش هاخد بالي من مانشستر يونايتد بيصرف على كام، باريس سان جيرمان مش هاخد بالي حد مش هاخد بالي. كلامك ده هيما ينطبق على سيتي، ولو عاوز تضرب بيه المثال انه ما ينطبقش على حد على باريس سان جيرمان. ايه الفرق ما بينهم؟ الفرق ما بينهم ان انت زي ما انت قلت اداره مانشستر سيتي عندها مشروع مع جوارديولا. ما كسبش البطوله السنه اللي قبل اللي فاتت لما خسر قدام تشيلسي، بس هي متاكده ان هي ماشيه صح فما اقلتوش. لسه مكمله، انا واثق ان انا ماشي صح وعارف ان انا في يوم من الايام هوصل للهدف بتاعي اللي انا وصلت له النهارده. باريس سان جيرمان زي ما انت بتقول سيتي صرف وباريس سان جيرمان صرف، لكن دول كل شويه بيغيروا مدرب. يمشوا توماس توخيل اللي وصل بيهم فاينل، يجيبوا مدربين اكتر من مدرب بعديه. عاوز تعد لو انا غلطان برضو انتوا فكروني، هو السنه دي هو عمل ايه غير ان هو جاب هالاند اشترى هالاند بس اشترى حد تاني وخد بالك اخد اكانجي وخد اخد بس هي الفكره بقى بالأرقام. فيليبس فيليبس السنه كالفن فيليبس فيليبس باع قد ايه من ليدز؟ باع لعيبه كتير بس انت هنا بقى بتتكلم في ميزه برضو بمناسبه ان الناس ممكن تقول لك ده ايرلينج هالاند اللي جابها لك فاهم عارف انت الجمله دي في العربيات في فانت بتتكلم في ان لا ايرلينج هالاند ما جابش جوان النهارده، ما جابش جوان في ريال مدريد، وكيفن دي بروين اتصاب في النهائي. صحيح دي اول مره يعني برضه يتصاب في النهائي. دي اكبر حاجه تخليك برضه حاسس ان لا دي منظومه مش منظومه افراد. صح فاهم. تعالى بقى نخش على اكتر نقطه انا بتضحكني، النقطه بتاعت اصل جوارديولا بيخسر عشان الاوفر كوتشنج. تقعد تفكر فيها كده. بالمناسبه هو بيب جوارديولا هو اصلا بيأوفر كوتش في اي وقت وفي كل وقت. يقول لك اصل هو خسر نهائي تشيلسي عشان لعب من غير ارتكاز. يا سلام، هو دلوقتي بيلعب من غير باك يمين وباك شمال، مش حاسس دي اوفر كوتشنج؟ يعني فاهم، هو انت لما تحط ميسي راس حربه اقصر واحد في الملعب وتحط ايتو يمين وتيري اونري شمال، مش حاسس ده اوفر كوتشنج؟ هي دايما اوفر كوتشنج. شفت اللي فات ده كله جنان وجت عند ديت ووقفت معاه. هو مجنون، وهي دي الميزه ان هو مجنون. العبقريه احيانا توديك احسن حته
واحيانا تخبطك في الحيط، زي مثلا كارلو انشيلوتي بني ادم هادي، الهدوء ممكن يخليك هادي فترجع من 2-0 ل 4-2، ممكن الهدوء ده يخليك بارد فتشيل 4. ماشي. فالاوفر كوتشنج بتاع بيب جوارديولا عظيم. ايه بقى الاوفر كوتشنج؟ ان انا اعمل خطه غريبه وادرب لعيبتي عليها. فتعالى بقى نبص على الاوفر كوتشنج، على فكره التدريب بتاع بيب جوارديولا. الناس فاكره ان احنا دراع بلاي ستيشن، بنجيب لعيبه غاليه نحطها في الملعب والعب. ايوه. تعالى نتفرج على المنظر ده. يلا نتبسط. يلا نتبسط. يلا نتبسط. ده وضع الجسم الغلط لاستلام الكوره. حلو الكلام؟ ليه؟ تعالى نبص على الصوره اللي وراها، عشان ده اللي انت بتبقى شايفه لو انت واقف بظهرك كده مستني الكوره. مع ان انت لو رجعت الصوره اللي فاتت تاني، معلش، هتلاقي كل لعيبه الباك ليفت اللي في العالم تستلم الكوره كده. صح؟ اللي هو انا الكوره مع السنتر باك، انا مستني. انا هبص للراجل بقى السنتر باك بتاعي. هات بقى الصوره اللي وراها اللي وراها. ده الصح. علشان ايه المنظر اللي انا ببقى شايفه؟ شايف الملعب، فانا شايف اللي قدامي وشايف الاوبشنز اللي عندي. حلو الكلام؟ هات بقى اللي وراه. ده بيب جوارديولا وهو بيعلم رحيم ستيرلينج، بعد ما رحيم ستيرلينج كان في ليفربول وكان في عدد كبير من الانديه، عدد كبير من المدربين في منتخب انجلترا، لعب كاس عالم، كان بيقول له ما توقفش وانت بتستلم الكوره، اجري معايا بالصور بقى، ما توقفش وانت بتستلم الكوره كده، وقف كده. وقف وانت دايما حركه بالعرض. الصوره يا جماعه عشان الناس تفهم الموضوع بالظبط. ما توقفش كده. ما توقفش وانت ظهرك للملعب، عشان انت وانت واقف كده مش شايف، انما انت وانت واقف كده كاشف الملعب. كاشف الملعب وعارف تبص على كل الاوبشنز. حلو. تعال نبص كده رحيم ستيرلينج لما سمع كلامه وجت الكوره ناحيه رحيم ستيرلينج، يجري بالصور. رحيم ستيرلينج واقف بالعرض. فدي كانت بادي بوزيشن، بادي اورينتيشن غريب للجسم. حط وجري. بالظبط، حط الكوره وجري، لان هو شايف المساحه خلص. فين طق راحت. تعال نبص على مانشستر سيتي بقى وهو بيعملها بقى ابراهيم. تعال نبص على حاجه اسمها بادي اورينتيشن، وقفه اللعيبه. تخيل كل اللعيبه في ارض الملعب طول الهجمه عامله ازاي. الباك ليفت او السنتر باك واقف انتوا فهمتوا الفكره صح؟ أيوه. انت واقف بالعرض بالورب بالورب. أيوه. بالعرض. ايوه. كل اللعيبه واقفه بالعرض. تعال نشوف الصوره اللي بعدها. مشينا. خد بالك الخطه حلوه قوي. بس هي لو خسرنا الكره هنتسوى. باينه قوي عند الجناح الشمال كلهم. بص باينه قوي عند الجناح. جريليش انا معلمك عليهم. هم كلهم الوحيد اللي ممكن تلومه رودري. بالظبط. وخد بالك اول ما جت الكوره قام رودري عادل. مظبوط. فكلهم معلش ارجع الصوره اللي وراها. الراجل بقى اللي انا عامل عليه السبوت لايت الابيض هو ايكاي جوندوجان في حته مش المفروض ان هو يبقى واقف كده. هو يا اما باصص بوشه يا اما راجع بظهره. أيوه. انما بص الوقفه وبص التعليم. هي الفكره ان الخطه حلوه، بس لو بصينا غلط او اتقطعت. أيوه. هتبقى خطره. خلاص. فعشان ما نبصيش غلط احنا نقف صح. نقف صح ونقف بجسم، بوضعيه جسم بتخلينا نعرف ننقل النقله اللي بعدها. هات اللي وراه، هات اللي وراه، هات اللي وراه. كل الهجمه ماشيه. احنا ما بنخسرش الكره لان مفيش لعيب واقف لا بوشه ولا بظهره. كله عامل الزاويه بالعرض. أيوه. كله واقف بالعرض لليفل. خلى بص كيفن دي بروين هو بيستلم الكوره، هو تحس ان انا مش شايف، بس هو بالعكس حافظ، هو باصص حافظها خلاص. تعال نبص على الفيديو. بيب جوارديولا ده الماتش بتاع سيتي وانتر الجون. بص وقفه فودن، بص وقفه الراجل جون ستونز، بص وقفه جاك جريليش اخر الملعب، كل واقف باصص بالجنب. ايوه كل واقف كده. فانت هنا بتتكلم في ان ده الاوفر كوتشنج، ده التدريب بقى. ده اللي خلى اللعيبه تقدر تنفذ التكتيك الصعب قوي ده. ده الفكره بتاعت الموضوع. تعالى بقى نسمع الفيديو وانا كده ابقى خلصت كلامي، وبعد كده ممكن نتكلم عن الماتش الشخصيه. يلا تعالى نسمع الفيديو بتاع بيب جوارديولا وهو بيشرح الموضوع ده بنفسه، عشان برضو الناس ما تفتكرش ان احنا طيب لو الفيديو مش جاهز ممكن نروح لتاني. طيب زي ما قلت لك الانتر، ندخل في الحالات على طول. الانتر ديوجو سيميوني، سيموني انزاجي كان مذاكر كويس جدا. هي وانا قاعد بتفرج على الماتش اسلوب المان سيتي وهو بيعمل كده ليه. الهدف من طريق 3-2-4-1 ان انا العب باثنين 10 اللي هم كيفن دي بروين وجوندوجان، والاطراف بتاعتي تفضل برناردو سيلفا وجريليش. الفيديو بتاعك جاهز؟ لا تمام. وطبعا مهاجم الفيديو خلاص. والمهاجم يفضل هالاند، والاثنين اللي ورا الاربعه يبقى ستونز بيدخل جنب رودري. انا اسف نعرض الفيديو عشان ما اقطعش الفكره بتاعتك كلها. يلا الآن علينا مشاهدة كيف يتسلم مايكل لاودرو بالكرة، يفتح بجسده مساحة الرؤية والتحكم. ماذا يفعل روبرتو باجيو؟ الأمر نفسه. حين يكون مراقبا يتخلص من رقابته ثم يتسلم الكرة وجسده في وضع يسمح له برؤية الملعب. أبدا لم يتسلم الكرة وظهره لمرمى المنافس، لأن هذا يجعله غير قادر على رؤية الهدف. وين ده؟
ده بيب جوارديولا لما كان بشعر. ايوه طب هو صغير خالص من زمان وهو بيعمل كده بيشرح للعيبه بتاعته بقى احنا بنعمل كده ليه وبنعمل كده ازاي وعمال يضرب لهم امثله قديمه قوي لاوجروب وجورج هاجن يعني قعد يدوروا على الفيديو هو الفيديو قدامهم بس هم مش واخدين بالهم مش متخيلين ان ده جوارديولا معلش اتفضل يا تافر اتفضل انا اسف ممكن تبتدي فكرتك لا لا عشان خاطر ما يبقاش فيها تشتيك يعني الراجل تقدر تقول كان بيلعبهم محفظهم كل واحد عنده دور دفاعي تعال اوري لك الرقابه اللي عمل هو عمل كده ليه بسبب الرقابه العنوان الرئيسي بتاعي لما مان سيتي بي 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 بيمتلك الكوره وبيحضر لعيبه الانتر كل واحد فيهم عارف هو رايح يراقب مين ويضيق مساحات على مين هنا سيتي بيبدا يحضر اكانجي هتلاقي على طول اللي مع لا لحظه يا شباب اكانجي هتلاقي على طول معاه بيبدل يا اما ايدن جاكو يا اما بيروح له لاوتارو مارتينيز هنا في الحاله دي كان معاه ايدن جاكو الكره هتروح لمين للراجل روبن دياش هيروح له لابس جزمه فسفوري لاوتارو مارتينيز هيروح لاكي يطلع له على طول باريلا لحظه يا شباب وبالتالي حرم السيتي ان هو يحضر مين اللي مع رودري بيطلع له بروزوفيتش مين اللي جاي يستلم مع كيفن دي بروين عارف ده مين دارميان السنتر باك اللي بيروح ناحيه اليمين طالع معاه لحد هنا ومين اللي بيروح للراجل اللي هناك جوندوجان السنتر باك اللي بيروح ناحيه الشمال باستوني هو اللي بيطلع له ويفضل الاطراف مع دومفريس بياخد جريليش ويفضل الطرف اللي هناك برناردو سيلفا ياخده دي ماركو محفظهم كل واحد على ان اكاربي هو اللي يلعب على طول راجل مع هالاند بص الوقفة هتلاقي روبن دياش رايح له هنا ايدن جاكو هناك اكانجي مع لوتارو مارتينيز هنا ستة اكي طالع له 25 باريلا اللي رفع ايده بيطلب الكرة دارميان اللي لابس جزمة حمراء بص طالع له على طول الناحية التانية الوحيد اللي لا هرجع بس للصورة دي او اللي بعديها ايا كان الصورة دي او اللي بعديها هنا في الطرف الشمال بتاع سيتي جريليش على طول يطلع له دومفريس الاثنين اللي لابسين جزمة برتقانية او حمراء دارميان مع جوندوجان كابتن التيم هرجع بس للصورة يا شباب لحظة الوحيد اللي بيتساب هو ستونز لما الهجمة تبقى تروح هناك يبدأ يطلع له مين هاكان شالانولو ويبدأ يضم في العمق عشان ما نتخلاش عن العمق لو الكرة راحت هناك في الطرف اليمين يبدأ يدخل باريلا يأمن الدايرة مع بروزوفيتش في منتهى الذكاء علشان كده زي ما انت شايف معظم تمريرات مان سيتي لورا والراجل ادرسون لمس الكرة معاهم النهاردة كتير جدا لانه ما فيش عندهم اي استمر على كده حتى لما لوكاكو نزل لوكاكو بيضغط على روبن دياش هتروح لأكانجي هيطلع له على طول لو تارو مارتينيز كل لعيب في تيم مان سيتي متراقب طيب دي الحالات الدفاعية هرجع بقى قلت لك لما انتر حب يهاجم ايه الفكرة بتاعت سيموني انزاجي يا هيما من الفكرة ان انا بلعب بتلاتة لما بكسب الكرة خمسة لما بخسر الكرة لما بكسب الكرة انا شغلي كله على الاطراف على دي ماركو وعلى دومفريس الباك رايت الهولندي هرجع للصورة اللي فاتت وعشان اقول لك ابين لك انه ما بيلعبوا كورة مش بس بيدافعوا الراجل اكاربي هو الاتشاربي هو اللي بيحضر عملها تشيب رجله الشمال عند دي ماركو الباك ليفت خرج له برناردو سيلفا لمسه براسه لهاكان شالانولو اللي لابس جزمه فسفوري حطها براسه وجري في ظهر برناردو سيلفا راح هنا بص مين المساحه الفاضيه لا هيرجع يا شباب لحظه بص مين المساحه الفاضيه دومفريس يبقى اللي بيعمل الكره هناك الباك ليفت واللي بيجري هنا الباك خلاص يلا 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 خلاص الوقت خلاص يلا خلاص دي الفكره ان الباك رايت والباك ليفت شغالين بيوصل هنا اتاخر بس في عمل الكروس وما حطش للكوره لباريلا اللي كان زايد معاه ده كلام عظيم بعد الفاصل هنروح في ليله الابطال ليله دوري ابطال افريقيا الى الاهلي وهيبقى عندنا وقفات مهمه جدا جدا بعناوين مهمه بتحذيرات مهمه وانت بتتفرج على مباراه بكره ان شاء الله باذن الله مع ملوك التحليل تامر بدر واحمد عز خليكم معانا مراجعه ليله الامتحان والروشته الأخيرة لكيفية مكسب النادي الأهلي وتعامله مع الوداد بمشيئة اللي هبتدي مع زيزو تفضل زيزو أصعب حاجة في الماتش إن الأهلي استقبل هدف استاد القاهرة فالهدف ده عمل إيه؟ الأهلي لو كان كسبان 2-0 كان هيبقى الوداد مضطر يخاطر عشان يدور على جونين فكان هيفتح مساحاته لدرجة تساعد الأهلي يلعب على المرتدات إنما 2-1 معناها جول واحد للوداد يكسبه فبالتالي الوداد مش محتاج يخاطر
فبما ان الوداد مش محتاج يخاطر فالاهلي كمان ما ينفعش يرتكن ان هو يخلص الماتش 0-0 لان لو لعبت على 0-0 بالمميزات ونقط القوه اللي موجوده عند الوداد والجمهور والارض ممكن قوي يجيبوا الجون فبالتالي انت هتبقى محتاج انك تلعب المباراه زي كانها 0-0 انت محتاج انت كمان تسجل لان جونك هو اللي هيقتله فانت بالتالي انت في امس الاحتياج انك تسجل جول فده المنظور اللي احنا من خلاله هنتحرك ونتكلم ماشي وبالتالي احنا مفصصين الوداد من اول السنطره ليه بقى لان انت محتاج من اول ثانيه عشان عشان النظريه اللي انا بقولك عليها دي محتاج توريهم العين الحمراء حلو فبالتالي علشان توريهم العين الحمراء فانت محتاج من اول ثانيه تبقى بتلعب ومركز في كل التفاصيل ومخوفهم ان هم يلعبوا عليك جيم هجومي قوي اتفضل نخوفهم من ان هم يعملوا انا العنوان في حد ذاته شدني فخش يلا في التفاصيل في ماتش من في اخر خمس ماتشات في فرصتين اتعملوا على الوداد من السنطره لازم الاهلي يكون ثالث واحد حلو الكره اتلعبت هنا من ورا وبعد كده ستوب بقى نفهم الوداد بيتحرك ازاي الوداد بيلعب دايما هو اللي لابس احمر فمساحاته دايما ضيقه وبيبقى عايز زي اي فريق في الدنيا يدافع بمساحات قريبه من بعض فعشان كده لازم وانت بتلعب قدامهم في بدايه السنطره تبقى عامل لهم ازعاج زي الراجل اللي بيجري من على الزاويه اللي هناك ده لان ده بره السياق بتاعهم فتبتدي تسال هو هيبقى بتاع مين اللي حصل في اللقطه دي امشي معايا بقى بالصور ان الكره اترفعت فابتدى الراجل الباك اليمين العملود يبقى عليه اتنين لعيبه اروح على ده ولا ده اما رجع الكره بالغلط للسنتر باك وهو مش مركز راحت الكره للمنافس والمنافس راح على الجول في السنطره هل ده حصل مره واحده لا الماتش اللي بعده نفس القصه واحد بيجري من ناحيه الشمال فرق في الجري الفريق وابتدى يبقى الراجل اللي في رجله الكوره ده خطر وهو معاه الكوره التركه اللي اتنفذت السنطره طق 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 رحنا على الجول من اول ثانيه ضربنا خط ظهرهم المتقدم لان هم في السنطره خط ظهرهم لسه واقف متقدم طيب الاهلي بيلعب على السنطره الاهلي عنده تركه بيحاول يعملها دايما في السنطره وعمرها ما نجحت فجاء الوقت ان هي يحصل فيها تعديله تخليها تنجح وبالتالي احنا هنا طبعا احنا ما نعرفش الاهلي هيعمل ايه وبالنسبه لنا المهم ان احنا نوضح الوداد بيتصرف ازاي وبالنسبه للاهلي فده بقى متروك لمارسيل كولر انه يستغل التركه اللي هو بيعملها احسن استغلال ممكن ايه التركه في كل سنطره للاهلي هتلاقي علي معلول هو اللي واقف زي كانه قلب دفاع ومحمد عبد المنعم هو اللي زي كانه واقف باك ليفت ليه عشان علي معلول رجله جامده في السويرف فاول ما تيجي الكوره هتلاقي كل لعيبه الاهلي رايحه الناحيه دي ليه لان رجل علي معلول الشمال هتودي ناحيه بتودي الناحيه دي بس فريق الوداد كان مذاكر ومؤخر السنتر باك بتاعه عشان ياخد الكره الطوليه وبالتالي انت محتاج تغيرها هل حصلت مره واحده لا على طول الاهلي بيعملها علي معلول واقف اهو محمد عبد المنعم هو اللي واقف هنا ولعيبه الاهلي كلها جريت انا اللي اتمنى اشوفه بكره في الماتش مش ناحيه اللي بين علي معلول يدي الكره لحسين الشحات في اللقطه دي وحسين الشحات هو اللي يحرك الملعب يا سلام عليك انا اتمنى ان يبقى في تركه او الثانيه او الثالثه بس بالنسبه لي احنا مركزين ان من السنطره عايزين نوريهم العين الحمراء لان هو زي ما اتفقنا هم فريق قادر على انه يسجل بالذات من الكرات العرضيه زمان المعلقين زمان كانوا بيقول لك على المبادره اخذ زمام المبادره بالظبط كده الكره الطوليه والكرات العرضيه والكرات الثابته زي ما تامر بدوي اكيد هيتكلم اتفضل يا كابتن تامر الحلقه اللي فاتت يا هيما ما لحقناش نتكلم فيها قلت لك دايما بقول لك نفسي نتعلم من اخطائنا الفرقه اللي بتشتغل على اخطائها هي اللي فرقه اللي ادائها دايما بيتحسن بالذات لو انت بتلعب قدام انديه شمال افريقيا عندها الدهاء وبتعرف تضحك عليك عمال على بطال تعال اوري لك كام مره الوداد ضحك على النادي الاهلي في الضربات الثابته ومحدش حاس اللهم ان بيرسي تاو في واحده بس بيرسي تاو اللي مش مصري هو اللي كان وحيد اللي مركز وحاول يعترض فاحنا معاك هنشوف هنا الحالات اللي فيها الاهلي لابد ان يكون ما ينفعش تبقى طيب اكثر شراسه ما ينفعش تبقى طيب تعاملا مع المواقف اللي شبه كده دي حبيبي يلا بينا طيب الكره دي مع ايمن حسوني بيغير اتجاه اللعب من الزحمه بيروح عند هناك عند زهير المترجي انا عاوزك تقوي الكره دي والصوره دي في الحته الخط النجيل الغامق اللي ورا هاني وزهير المترجي مش في حته هناك فيها بقعه كده عند الارض طيب حط عينك عليها بس عشان ايه هنستخدمها كمان شويه زهير المترجي استلم هاني في ظهره قام هاني عمل فاول
بص كده يحيى عطية الله واخد كرة وبيستعبط بلغة الكرة كده وبدهاء شمال أفريقيا وعمال لا ارجع بس يا شباب واحدة واحدة وبيعمل دريبل. مش زهير المترجي واقع في البقعة البقعة اهي الفتحة معناها في النجيلة الغامقة صح. بص كده يحيى عطية الله واخد دريبل وماشي بالكرة لقدام بيرسي تاو بيقول له يا شباب لحظة يا شباب بيرسي تاو بإيده الشمال بيقول له يا ابني انت رايح فين رجع الكرة مكانها صح؟ صح. طب بص كده يحيى عطية الله هيجي يلعب الفاول منين؟ بص البقعة فين وهو حط الكرة فين؟ زقله فيها خمس ست خطوات. برافو عليك. طيب بص بيرسي تاو عمال يقول للحكم، الحكم يقول له ارجع، يقول له الكرة مش من هنا الكرة مش من هنا الكرة من ورا. طيب امشي، طب رجع الكرة وانا هرجع. بيرسي تاو بيقول له رجع الكرة مكانها وانا هرجع هرجع على 10 ياردات. ادي اول فاول عدى بسلام وشوبير مساكه. تعال اوري لك الثانيه. ايمن الحسوني اللي في الدايره، ايمن حسوني بيطلب الكوره. طيب بص استلم الكوره اشتغل مع حمدي ومروان، بص بيقع فين يا هيمه، وقع فين قبل نص الملعب بحوالي خطوتين. ماشي. طب بص يحيى عطيه الله رايح فين، بص الكوره بتتلعب منين. بيزق لازم في اربع خمس خطوات الوداد بياخد فيها على طول الكوره قدام. اللي بعده هنا بقى معلش هرجع بقى هنا دي تاني لحاجات لازم نخلي بالنا بقى منها في الضربات الثابته. اسمحيك والله برافو عليك ملحوظه مهمه دي. طيب الكره يا هيمه هرجع وهي بتتعمل. الوداد عنده مدرسه مهمه جدا في التعامل مع الضربات الثابته. الكره دايما تتلعب على مرحلتين، مرحله دايما تتلعب على الايم البعيد وبعدين تتلعب تاني بالعرض للي جاي، لازم احط راجل في مواجهه المرمى. الفاول اللي هو بيتعمل طويل هيتعمل عند زولا اللي عند سامبو عفوا المهاجم، على ان هرجع الصوره اللي قبليها عشان الوم بس على مروان. مروان هنا هو اللي كان ماسك جلال داودي. مروان المفروض هنا يراقبه للنهايه. أيوة. الكره اتلعبت سامبو طلع بص اتعملت بالعرض للراجل في مواجهه المرمى، الفريم كله قدامه لولا انقاذ مصطفى شوبير. تعالى اللي بعديها يا شباب، دي ضربه ركنيه. اولا جبت لك الناس المشاركه القطر بتاع الوداد وعملت لك زوم على وشوشهم. اولا يحيى جبران ده ملوش في العالي، هو راجل هدف، الهدف من او وظيفته انه يامن ويهرب الناس دي كلها. الاربعه اللي وراه منهم اتنين بيقطعوا على القايم البعيد واتنين بيقطعوا على القايم القريب عشان يستنوا الكوره اللي هتترد من القايم البعيد يبقوا جايين بمواجهتهم لمرمى شوبير او الشناوي الاول. ولما تشوف دي معناها ايه؟ ده على القايم البعيد لما يرفع ايديه الاثنين يحيى عطيه الله يعني تتعمل على القايم البعيد. قسما بالله انت راجل بريء. ولازم عند مين؟ هرجع للصوره اللي فاتت يا شباب اللي فيها القطر، عند رقم 22 ايوب العملود. رغم انه باك رايت يا هيمه بيلعب براسه زي ما الكتاب بيقول، والجامب بتاعه مرعب بيطلع فوق بصوره مرعبه. يبقى الاثنين اللي بيقطعوا على القايم البعيد امين فرحان اللي هو على الكتف الشمال ليحيى جبران اللي هو رقم 25 السنتر باك، سامبو بيقطع على في نص الجول، زولا بيروح على اللي بيستنى العرضيه اللي بيعملها له ايوب العملود. يلا بينا. يبقى يحيى عطيه الله رفع ايديه الاثنين يبقى لازم تتعمل على القايم البعيد. ادي القايم البعيد، ادي ايوب العملود، زولا اللي رابط راسه لا ارجع يا شباب عملها بالعرض تاني عشان يدخلها اللعب. الراجل زولا اللي رابط راسه هو اللي قدام حمدي. أيوة. والراجل سامبو يعتبر في حلق الجول ومش متراقب، يعني هنا ايوب العملود لو كان حطها في مرمى شوبير برضه هنا لازم حد يقرب منه عشان الريباوند يقفل معاه. الراجل عملها بالعرض لكن عدت من فوق رماغ الراجل وعدت بامان، ما ينفعش برضه ايوب العملود يتساب كده. اخر واحده يا هيمه الكوره فاول، بص الفاول منين وبص يحيى جبران واقع فين. واقع اظن واقع في نص المسافه بالظبط في خط النجيل الفاتح صح. طب بص الفاول بيتلعب منين، من نهايه الخط الفاتح اللي هو يعتبر داخل على الخط الغامق. مين اللي بيعملها؟ العقرب يحيى عطيه الله. عامل اسيست في كاس العالم يا عم. طبعا اللي عملها يوسف نسير. والله تامر دي نصايح بمليون جنيه. هرجع يا شباب معلش شويه تتعمل. مش نصايح عاديه. لازم نصايح يا هيمه بمليون جنيه، لازم تركز في التفصيل. ما ينفعش تبقى طيب. اربع خمس خطوات بالكره تزقها. لان الحاجات دي ممكن فاول زي ده ما يزعجكش قوي لانه في نص الملعب، لكن الفاول اللي كان على الطرف الاول اللي اخده زهير مترجي فاول يتعبني. يبقى مرهق للمدافعين. طبعا فعلا هم
قوية قوي في الكرات الثابتة فما ساعدهمش كمان. برافو عليك يا زيزو. الفاول يا هيما كالمعتاد يتعمل على الايمن البعيد وبعدين يتعمل تاني بالعرض عند راء هنا اللي فاتت يا شباب. لولا بس ان الراجل زولا اتدخل اللي جاي وراه ايوب العملود الحمد لله انه لعبها براسه وكان عاوز يدخلها لكن اتزحلقت من على راسه وراحت عند الرايه وبعد كده علي معلول طلع وشتت واحده طويله. فيبقى لازم واحد ما ينفعش نبقى طيبين لازم تقف قدام الكوره. دي النصائح الغاليه بقى يا جماعه دي النصائح ام مليون جنيه. واحد ها واحد تقف مكان ما الراجل اخذ فاول اولا طبعا من الافضل انك ما تعملش فاولات كتير لان واحد من الاسلحه القويه عند الوداد الضربات الثابته. اتنين تقف قدام الكوره وتبين للحكم ان الفاول هنا ما يتلعبش من هنا. صحيح ده اتنين. رقم ثلاثة الرقابه لنهايه اللعبه. اربعه زي ما شرحنا يحيى عطيه الله لما يرفع ايديه الاثنين في الضربات الركنيه يبقى بتتلعب على الايمن البعيد بس مش تتلعب على المرمى مباشرة في على الايمن البعيد بتدخل تاني اللعب للناس اللي جاية بوشها عشان يبقى الفريم قدامها وتكمل. يبقى الرقابة ولازم احل من وهي فوق. والله العظيم ده كلام فوق العظيم حبيبي بحبة حبيبي. ايه ده الفصل هيطول ولا ايه؟ لا هروح نيجي على طول بقى. طيب لسه مكملين مع حضراتكم في جمهور التالتة ولسه مكملين معاكم بقى في تحليلنا الفني. زيزو خليني بقى أسألك برضو عن الروشيت كيف يعطل الأهلي الوداد. ظهر الروشيتة بقى ظهر الروشيتة ظهر الروشيتة صح. احنا كتبنا في الروشيتة الأولانية نوريهم العين الحمراء. ازاي نوريهم العين الحمراء؟ ماشي كده من السنطرة. لا ده انت مركز يعني. طبعا خلي بالك الاستشارة بكرة على طول. ايوه اكتشف دلوقتي والروشيتة دلوقتي الناس هتجي لك استشارة بكرة. فين اللي انت قلت عليه؟ زمان كانت الاستشارة ببلاش صح؟ دلوقتي الاستشارة بفلوس صح؟ انت دكتور قد الدنيا وعاد كل حاجة بقى. طيب خلينا نبص على اخطر حاجه في التصرفات لعيبه الوداد انت محتاج دايما تبقى مركز فيها. الوداد فرقه لما بتدعبس كده لقيتهم اخر خمس ماتشاتهم عاملين 50 كوره داخل منطقه الجزاء طوليه وعرضيه. حلو. فانت فاهم ان اللعيبه بتاعتهم هي عايزه اي مساحه عشان تصرخ فيها الكوره. حلو. فانت لازم تبقى مستوعب ازاي توقف اللعيبه وتفهم التحركات بتاعتهم كويس. بالنسبه تصرخ دي عادي بالنسبه. بص بقى يا سيدي اول ما الكوره وصلت لمساحه للاعب عنده مساحه من الحركه هتلاقي العملود بص فاتح سبرنت عامل ازاي سريع مرعب حاجه كده مايكون بتاع البرازيل علشان يستلم الكوره من على حدود منطقه الجزاء. حلو. الكوره في رجل لعيبه الوداد طالما في مساحه العملود هتلاقيه ضارب سبرنت علمي علشان خاطر يعمل زيادة عددية عليك. صحيح. فيبقى النقطة الأصلية بتاعتك إن لو الكورة طول الوقت وهي في رجل لعيبة الوداد أنت عارف إن الزيادة العددية جاية من العملود أكتر ناحية اليمين. ماشي. حلو الكلام؟ طيب الكورة جت ناحية الشمال ليحيى عطية الله، يحيى عطية الله بيرفع من مكانه. فأنت ما تديش مساحة ليحيى عطية الله يرفع. يبقى لو الكورة جت في وسط الملعب لحد تعرف إن العملود ابتدى يجري. حلو؟ على الغايب بقى. على الغايب. فيبقى انت اوتوماتيكلي عارف كويس هتقابله ازاي. لو جت في رجل يحيى عطية الله تعرف انه هيرفع فهيجهز بالظبط كده ما تديلوش مساحه من بابه. فدي نقطه مهمه. تعال نبص على لعيبه الاهلي ازاي اتضحك عليها في ماتش الذهاب من من العملود. ماشي. حلو. ادي العملود فتح السبرنت علشان خاطر ياخد الكوره واتفتحت الكوره اتلعبت له خرجت الكوره اوت وحسين الشحات كان مأمن معاه صح. حلو الكلام. بعد كده اتلعبت الهجمه العملود راح على الجول بالشكل ده. ده العملود. دي نفس الهجمه. طب هو ازاي وصل لكده يا جماعه؟ هو اللي عمل الكوره بالهيد. بص الارتقاء بتاعه مش طبيعي. عمل الكوره بالهيد. الله ازاي عمل كده؟ هي دي بقى الصياعه بتاعت الكوره اللي كان تامر بيتكلم عليها واللي لازم المدربين تبقى مفهمها للعيبه واللعيبه تبقى عارفاها بالخبره. ده معلش ارجع بقى معايا علشان نوري الناس الحته المهمه دي. ارجع معايا خط. ايوه ده العملود. رمى الاوت عمل فيها مش من هنا. انا طلع بره. انا محتاج فلوس اروح بلدي. ومشي باللقطات اللعيبه بتلعب. حط نفسه عند الحته بتاعت علي معلول. كل ده حسين الشحات مش شايفه. ايوه. فحسين الشحات مش شايفه ليه؟ لان مش متخيل ان الراجل جري من وراه وهو بيلعب الاوت. فبالتالي لما الكوره ابتدت تتجهز بقى يحيى بقى العملود هنا. فيبقى انت سرق مساحه بالظبط كده. فانت فاهم كويس ان كده كده العملود طول الوقت هو عايز هو اللي يتحرك لان هو الرئه الرئيسيه اللي جابها اليمنى. ماشي. فما ينفعش تنساه وتسرح.
فدي النقطة الأصلية اللي كانت موجودة. محمود شاكر كان طالع الحلقة دي وبعدين بقى هيطلع بكرة إن شاء الله صديقي يعني. محمود كان قال لي بعت لي الصور دي وقال لي بص كده هو أليو ديان كان بيقول له إيه، فقلت له حلوة دي فاستسمحه يعني إن أنا أعرضها. سادة تومي بالله 10 شاطر قوي، أنت متربي ومحترم. لا وهو بجد يعني والله أنت يا ابني متربي ومحترم. لا لا هو كمان فعلا إن شاء الله بكرة هينورنا يعني بإذن الله، واحد من الناس المتنورين جدا. فاللقطة دي لطيفة جدا لأن الطريقة اللي الأهلي غالبا هينفذها بكرة عشان يحاول يقفل إنه يحاول يخلي أليو ديانج هو اللي ينوب عن حسين الشحات في الرقابه. الاهلي بيلعب بثلاثة ارتكاز غالبا بكره، في اوقات كتير هيبقوا اتنين وقدامهم واحد. لان كان الطريقه اللي واجه بيها أليو ديانج، أليو ديانج راح قال عمل اشاره كده، كان محمود بيقول لي ايه رايك تفتكر قصده يضغط ولا قصده نلعب اتنين؟ ففي الاخر متهيئ لما اتفرجنا على الماتش لقينا لا هي غالبا كانت اتنين علشان يبتدي يبقى دايما في اتنين ارتكاز، فكل واحد مسؤول فيهم عن نص ملعب بدل ما يبقوا هم بس بيضغطوا وفي ارتكاز واحد اللي هو مروان عطية مسؤول عن عرض الملعب كله. العملود بقى جنبه أليو ديانج في اوقات كتير قوي. فاعتقد ان ده جزء مهم من التكتيك بتاع بكره لازم يتعمل بشكل كويس. لان خد بالك هو العملود هو برده اللي كان سقف الجون. بالظبط سقف الجون، بس الجون ده طبعا موال تاني بقى ده غلطات كتير قوي. خلاص كده بقى لتامر يعني. روح لتامر عشان يلحق. طيب فضل. علشان الوقت احنا ممكن نختار حاجه اتمنى ان انا اشوفها بكره من الاهلي. ماشي. تيم الوداد لعيبه كوره بس في مرحله بنيه الهجمه لعيبه كوره بس عندهم في ترس عطلان في مكان التحضير. ماشي. من وجهه نظري جلال داودي الراجل ده بيفقد الكوره على طول في التحضير. اولا عنده مشاكل في التمركز، ثانيا شفت بقى زيزو بدا الحلقه بتاعته ازاي وازاي جوارديولا بيعلم الناس تقف. تعالى اوري لك في الملف بتاع جلال داودي. يلا هتلاقي ان الوداد بيحضر جلال الداودي يا هيما، الراجل اللي لابس جزمه برتقاني اللي بيشاور بايده اليمين روح لزهير المترجي، لكن الناس حطوله اولا مستلم غلط ظهره ووشه لجوله وظهره الملعب الاهلي بالظبط، يعني مش واقف بجنبه مش شايف حمدي وهو جاي يضغط عليه فواقف بظهره، وبالتالي وهو بيستلم قامت طولت منه حسين الشحات استخلصها، ودي اللعبه اللي الاهلي كان عاوزها ضربه جزاء. فاذا في مرحله بنيه الهجمه هو اكتر واحد لازم يضغط عليه بكره في مرحله بنيه الهجمه والوداد بيحضر ووجه الهجمه في اتجاهه. هنا يحيى جبران بيسلمه معاه مساحه لا باس بيها، اولا معاه مساحه يستلم بيمينه ويطلع ايوب العملود الباك رايت لو مزنوق عليه يرجع لامين فرحان السنتر باك الاسمراني، الا ان الراجل استلم وحط نفسه في موقف ظهره الملعب الاهلي ووشه لجوله، حط ارجع يا شباب حط نفسه وسط مثلث احمر ولا مرر حتى لرجع للجول يوسف المطيع ولا اي عمل دريبل في اتجاه مرماه تاو قام ضغط عليه غلطه طلعه بره اللعب ووقع على الارض. هرجع للصوره اللي فاتت بص الموقف، لو الاهلي كان سيطر على الكوره كان يبقى اربعه احمر على الاثنين سنتر باكين زولا وامين فرحان اللي هناك، الا ان تاو حطها لحمدي فتحي في الطرف الشمال على بال ما حمدي بدا يعمل دريبل كان ايوب العملود رجع وعمل فاول لكن الحكم ما اداش الفاول. فمن وجهه نظري ان بكره الوداد وهو بيحضر اسيب الناس كلها تلعب كوره، شايف ان هي نسب ان انت تستخلص منهم الكرة ضعيفة شوية الا لما تيجي عند جلال داودي او اوجه الهجمة ان اخلي تيم الوداد يسلم جلال داودي، يعني في البداية اسيب له المساحة لغاية لما يسلموه، اول لما يسلموه ابدأ اضغط عليه. للاسف وقتي خلص. والله اقول حاجه صغيره كده. طب قول بقى قول بقى يلا استشاره ثانيه. بص بسرعه كده يلا. هم بيلعبوا مان تو مان ده مكسبنا ده الحاجه اللي لازم نكسب بيها بكره. انهم بيلعبوا مان تو مان لدرجه ان يحيى عطيه الله هتلاقيه بيجري ورا بيرسي تاو بيسيب المكان ده كله فبتتفتح المساحه. انت محتاج دايما تسويتش الاثنين ببعض ان بيرسي تاو هو عشان تعرف تخرج من الخناقه ومن الدوشه ومن الضغط بتاعهم المساحه كلها في ظهرهم. فانا اتمنى الاهلي بكره يكسب بكره شبايه معموله من بيرسي تاو او من ناحيه ثانيه عند حسين الشحات مان تو مان. اتمنى الاهلي يعمل ايه؟ الاهلي يكسب بكره شبايه كده لان هم بيلعبوا ماشي بلوكايه واحده هيضغطوك فظهرهم فين؟ المساحه فين؟ في ظهرهم. فالمساحه دي انت تروح لها ازاي؟ مش بكره عاليه لان سهل ان هم يرجعوا، لا بتشبايه. طب التشبايه دي انا عايز كده العبها من النص، بصير كويس. عايز بصير كويس. فبما انهم بيلعبوا مان تو مان فسهل قوي ان لما بيرسي تاو ينزل لو خرج وراه يحيى عطيه الله في مساحه في ظهره، لو ما خرجش وراه يحيى عطيه الله هيبقى عنده مساحه يستلم. قسما بالله لو السيناريو اللي انت بتقوله ده حصل لاعزمكم على العشاء بكره.
ماشي بعد بكره بقى، عشان بكره احنا كده بكره تعزمنا على الفطار وماله. لا الفطار ارخص موفر. شايف الراجل يحيى عطيه الله بيجري ورا وبيرسي تاو ازاي؟ فهم بيلعبوا مان تو مان، فاليانج اللي جري هي دي، هي ده اللي انا عايزها بكره. صحيح. التشكيله الامثل للنادي الاهلي ايه اللي لازم يلعب زي ما زي ده العادي؟ لان في ناس كتير بتتكلم على ان لعيبه الاهلي محتاجه لعيب وسط لعيب كوره اكتر، بس هي محتاجه ناس مكان اكتر، ومحتاجه ناس عندها انرجي للضغط، طاقه للضغط. طب انا عادي، انا ممكن اقول ده بصراحه، كنت بسال تامر وعز قبل ما نطلع على الهواء، بقول لهم بامانه يعني شايفين الماتش ازاي؟ يعني هل يكسب ولا ما يكسبش؟ تامر بيمثل في يعني في الشله بتاعتنا الاراء الواقعيه جدا، يعني الاراء المجرده جدا ما فيهاش حتى شويه حلم. يعني رد عليا كده بالظبط بنفس الطريقه كده، الاهلي لو لعب كوره بكره يكسب، لو لعب كوره مش دعوه الحاجات التانية، لو لعب كوره صح انت قلت كده صح يكسب ان شاء الله. بس انا لسه ما كنتش لحقت بقى اسال زيزو. اه اتفضل يا زيزو بقى الدكتور. انت حظك انك جيت على الهوا. شفت القصه بتاعت سيتي اللي كنت بقول لك عليها بتاعت العاطفه دي؟ ده ده يشتغل تكسب، ده يشتغل تخسر، ففي الاخر احنا عايزين ده اللي احنا عايزين ده. فزي الحاجات اللي شرحها تامر اللي هي الحاجات اللي فيها الاربع خمس ياردات اللي بتتاخد منك، الحاجات دي لازم تبقى مصحصح لها. بس ده لو اشتغل انت تقنيا انت ككواليتي اعلى كتير، ف وسنا وكل حاجه انت لحسابك لصالحك، فانت مهم قوي تبقى مستوعب ده، ما تبقاش خايف، ما تبقاش قلقان، ما تبقاش ما تشغلش اي عاطفه تسيطر على عقلك. بس انتوا شطار قوي اولاد اللذين والله بجد، انبسطت قوي حبيبي يا ايمن. تامر بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. نشوفك بكره ولا ايه؟ اه ان شاء الله باذن الله. يعني كمان كام ساعه كده؟ كمان كام ساعه. زيزو بشكرك شكرا جزيلا. ما تنسوش ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله، باذن الله وبدون مقاطعه نتقابل مع حضراتكم بكره عقب المباراه مباشره، وهيكون موجود معايا ملوك التحليل تامر بدوي برده موجود معانا بكره، وعز برده موجود معانا، هنضم لنا ان شاء الله باذن الله عنصر جديد من العناصر المبشرة جدا جدا. محمود شاكر زي ما كان بيكلم زيزو ان شاء الله بإذن الله يكون اضافة، هيعجبكم جدا جدا، وبرضو من الناس الشاطرة اللي بتشتغل على نفسها. صباح الألف خير، شوفكم بكرة ان شاء الله بإذن الله، واحنا مقدمة نارية للأهلي بابا الشغلان. قولوا يا رب. صباح الألف خير، سلام عليكم.